المنظمة الشغيلة تقرر مقاطعة جلسة التفاوض مع منظمة الأعراف وتدعو مجمع القطاع الخاص والمكتب التنفيذي لضبط رزنامة التحركات. اجتماع مرتقب غدا بين رئيس الجمهورية وعددا من النواب المستقلين من كتلة نداء لاحتواء الخلافات في الحزب. وتونس تشارك في قمة الدول العربية ودول أمريكا اللاتينية، والأوضاع في الأراضي الفلسطينية واليمن وسوريا أبرز الملفات المطروحة. تحية طيبة لكم جميعا، أهلا بكم إلى نشرة أخبار الثامنة. نبدأ النشرة بتطورات المفاوضات حول الزيادة في أجور القطاع الخاص. فقد قرر المجمع المهني للقطاع الخاص خلال اجتماعه اليوم مقاطعة جلسة تفاوض المبرمج عقدها مع منظمة الأعراف يوم الغد، وذلك على خلفية تصريح لرئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وداد بوشماوي أمس في إحدى القنوات الخاصة. باش نعمل اضراب واعطيني بالسيف، بالسيف عاش جديد. الاضراب ماهوش باش يقلقك؟ لا ما يقلقنيش. معناها انه الاضرابات قطاعيه وتجاوبها بالجهات؟ لا ما يقلقنيش، ما يقلقنيش، ما يقلقنيش اضراب. تصريح لرئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وداد بوشماوي في إحدى القنوات التلفزية الخاصة زاد من تعثر المفاوضات وتعقدها بعد إعلان الأمين العام بالنيابة للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي مقاطعة جلسة التفاوض المبرمج عقدها مع منظمة الأعراف يوم غد، وذلك إثر تدخله على المباشر في ذات البرنامج التلفزي. موقف تبناه المجمع المهني للقطاع الخاص التابع للاتحاد العام التونسي للشغل خلال اجتماعه اليوم. ما صرح به الأخ نور الدين الطبوبي الأمين العام بالنيابة، عبر مجمع القطاع الخاص على تبنيه لما جاء في محتوى كلمة الأخ نور الدين ومساندته المطلقة مع جميع هيكل الاتحاد العام التونسي للشغل، وما صرح به يندرج في إطار قرارات المنظمة وسياسة الاتحاد العام التونسي للشغل، وبالتالي مانيش باش نحضروا الجلسة نتاع نهار الأربعاء. وتم الاتفاق خلال الاجتماع على دعوة مجمع القطاع الخاص والمكتب التنفيذي الموسع للاتحاد العام التونسي للشغل للاجتماع يوم الخميس القادم لضبط رزنامة التحركات والإضرابات التي أقرتها الهيئة الإدارية الوطنية للمطالبة بالزيادة في الأجور في القطاع الخاص. كذلك أجمع المجمع وقرر مساندته المطلقة وتبنيه الإضراب الجهوي بصفاقس من أجل المفاوضات الاجتماعية حول الزيادة في الأجور، واللي هو مبرمج إلى يوم 19 من هذا الشهر. وكذلك قرر جملة من الإضرابات الجهوية والإقليمية يحدد تاريخها المجلس مكتب في الموسع اللي مش ينعقد نهار الأربعاء في الاتحاد العام التونسي للشغل. هذا وجددت المنظمة الشغلة تمسكها بمطالب العمال وبزيادات محترمة تلبي مطالب عمال القطاع الخاص وتساهم في تغطية التدهور الحاصل في مقدرتهم الشرائية نتيجة الارتفاع المتواصل للأسعار حسب تعبيرها. هذا وعلق الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في بيان له على قرار مقاطعة الاتحاد العام التونسي للشغل لجلسة التفاوض يوم الغد، بالتأكيد على أن الاتحاد يرفض افتعال الأزمات والبحث عن الضرائع لفرض الشروط عليه في إطار جولة المفاوضات الراهنة، ويشدد على أن محاولات التصعيد لا تخدم أي طرف وأن الوضع الراهن للبلاد لا يحتمل مزيدا من التوتر والاحتقان. وأكد نص البيان أن رئيسة المنظمة وداد بوشماوي كانت دوما ولا تزال أبعد ما يكون عن خطابات التعالي والاستخفاف والاستهتار كما يحاول البعض الإهامة بذلك، وأن مختلف تصريحاتها ومواقفها تعكس حرصها الشديد على الحديث الجدي والمسؤول واحترام شركاء الاتحاد والأطراف المتعاملة معه مهما كانت الظروف والمستجدات. وللإشارة فإن العلاقة بين المنظمة الشغيلة ومنظمة الأعراف لم تعرف سابقا تعطلا في المفاوضات حول القطاع الخاص على هذه الشاكلة، إذ سرعان ما يتم الاتفاق على زيادة عبر المفاوضات الدورية.
يسير الخلاف بين المنظمة الشغيلة ومنظمة الأعراف، وبعد 6 جلسات متتابعة و7 قرر الاتحاد مقاطعتها للتفاوض حول الزيادة في الأجور للقطاع الخاص، يسير على بساط يؤدي إلى سبيل مسدود حتى اللحظة. فالمفاوضات ظلت تراوح مكانها رغم تصريحات التي تقول إنها حققت تقدما طفيفا في بعض الجوانب، لكن نقطة لي الذراع تكمن أساسا في مؤشر التضخم وتمسك كل منهما بموقفه. ومع كل جلسة يقال للإعلام ولهياكل المنظمتين ومنتسبيها إن ما يليها ستكون حاسمة لفض الملف والعودة إلى هدنة مرحلية بين الأطراف الاجتماعية. زاد منسوب الخلاف بعد تصريح رئيسة منظمة الأعراف الذي رأت فيه المركزية النقابية يحمل استعلاء واحتقارا لعمال القطاع الخاص، بل أن الأمين العام بالنيابة نور الدين طبوبي حذر من انتفاضة البطون الخاوية، ونقل أن الزيادة ليست هبة أو منة من أحد. أما الأعراف فقد دفع بيان لمنظمتهم بالقول إن الأمر هو محاولات لإثارة ضجة مفتعلة، وأن رئيستها أبعد ما يكون عن خطابات التعالي والاستخفاف، مع أخذ الطرفين بمحاذير التصريحات المتشنجة ورد الفعل وما يتبعه، والتحدث دوما عن سياسة الأيادي المفتوحة والحوار على قاعدة المسؤولية والجدية، خصوصا بالنظر إلى الوضع الذي تمر به البلاد. ولم يشفع التطابق التام في وجهات النظر والنجاح في الحوار الوطني والتناصف في نيل جائزة نوبل للسلام في إنهاء الدوامة الخلافية. وإذا تواصل حوار الطرشان فإن الكرة ستسير في ملعب اللجنة العليا المكونة من أمين عام المنظمة الشغيلة ورئيسة منظمة الأعراف ووزارة الشؤون الاجتماعية وبالتالي الحكومة، فضلا عن دور اللقاء الخماسي وتوصياته السابقة لوقف الصعود الدؤوب نحو قمة الأزمة العميقة. في الملف الأمني تطلب وزارة الداخلية تفتيش والإبلاغ السريع والأكيد عن العناصر الإرهابية التالية: ناظم عبد الفتاح بن عبد الله الحداد وحمزة بن السيد بن حمود السالمي ونجح بن البشير بن عمر بن سعيد، وذلك عند مشاهدتهم أو الحصول على أي معلومات عن أماكن وجودهم أو تحركاتهم، وذلك في إطار التعاون مع الوحدات الأمنية والتوقي من العملية الإرهابية. وتضع وزارة الداخلية على ذمة المواطنين الأرقام التالية: 71-335-000، 80-101-111، الحرس الوطني 193 والشرطة 197، أو الاتصال بأقرب وحدة أمنية أو عسكرية. صدقت الجلسة العامة المسائية بمجلس نواب الشعب على مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر، ويكرس هذا المشروع ما جاء في الفصل 47 من الدستور الذي ينص على مراعاة المصالح الفضلى للطفل، وكذلك الفصل 21 الذي يكرس مبدأ المساواة بين المرأة والرجل. يمكن مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر يمكن الأبوين دون تمييز بينهما من منح ترخيص لاستخراج جواز سفر القاصر أو سحبه أو سفر القاصر إلى الخارج، ما يقطع مع كل أشكال التمييز السلبي بين الأبوين من جهة وتكريس المصلحة الفضلى للقصر من جهة أخرى. مشروع القانون الذي حظي بالمصادقة هو مشروع قانون مشترك بين وزارة الداخلية ووزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة. القضاء كذلك على كل أشكال التمييز بين المرأة الأم المتزوجة والأم الحاضنة، لأن القانون القديم ما يسويش بيناتهم. كل ذلك على أساس واعتبار أن المعيار الأوحد والوحيد هو المصلحة الفضلى للطفل، دفاعا على حقية الطفل والتعامل معه كصاحب حق وليس موضوع حق. وهذا يجي في بالطبيعة المشروع هذا اللي بيشتتلوها أكيد مشاريع أخرى، يجي في إطار تكريس مفاهيم جديدة في الدستور الجمهورية الثانية، وفي إطار ملائمة القوانين والقوانين الأساسية للمفاهيم الجديدة وللفصول الجديدة من دستور تونس الجديد. هذا القانون جاء نتيجة لصعوبات كانت تعاني منها العائلات والأسر اللي تعيش في المهجر، ليلقوا صعوبة في تيسير شؤون أبنائهم في خصوص السفر واستخراج الوثائق، وهذا القانون جاء لرفع هذا التمييز. وقد تفاعل إيجابيا أغلب النواب
النواب الحاضرين مع هذا المشروع وصوتوا لفائدته باستثناء نواب حزب التيار الديمقراطي الذين تحفظوا عنه. عمل لنا إشكالية جديدة تتعلق بالزوجات الأجنبيات اللي نجموا يجيوا لتونس ويصطحبوا أبنائهم ويهربوا بهم إلى الخارج ويصبح الزوج التونسي في إشكال، لأنه الدول الأجنبية راهي تحمي معناها رعاياها وتحمي معناها الأبناء الرعاية متاعها. هذا القانون ما حلش الإشكال هذاك، علاش اليوم نحن تحفظنا على هذا القانون. ويعد هذا القانون خطوة أولى باتجاه ملائمة ترسانة القوانين اللادستورية مع ما جاء في الدستور الجديد من المبادئ، خاصة تلك المتعلقة بالحقوق والحريات. وخلال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب حضر نواب كتلة نيدة تونس وأيضا المستقلون منها، مؤكدين أن الاستقالة لن يكون لها أي انعكاس على عملهم النيابي. هذا ومن المنتظر أن يلتقي نواب المستقلون غدا رئيس الجمهورية. في أول جلسة عامة بعد استقالة 31 نائبا من الكتلة النيابية لنداء تونس، ذهب كلا الشقين إلى أنها لم تلقي بظلالها على سير العمل حضورا وتصويتا. في المقابل نواب الكتلة قالوا إن هناك تململا في صفوف النواب المستقلين، وأن بعضهم سيبادر بسحب استقالته التي كانت وفق تعبيرهم فقط للضغط والتهديد. اليوم الصباح شفت أغلبية من 32 ومعبرين على استعدادهم على سحب استقالتهم. أيام القليلة القادمة الأغلبية الساحقة باش تتراجع، هناك اتصالات، ربما بعض العقول الضعيفة متاع أقلية قليلة تحب تعلي السقف متاع مفاوضات وتحب تبتز، يعني الصداع نتغلب عليه، الخلافات نتغلب عليه. التململ والتراجع عن الاستقالة نفاه النواب المستقلون، معتبرين أن في ذلك مغالطة لرأي العام، مؤكدين أن باب الحوار يبقى مفتوح. المشكل مش في أن الناس تستقيل ما تستقيلش، وقع فرض الموقف هذا على حتى حد، هذا يعني سياق جماعي وكل إنسان يبقى حر. المشكل هو أن ثم مجموعة من النواب عددها لحد اللحظة هذه 32 إلى أن يأتي ما يخالف ذلك، قد تتسع قد تتخلص موضوع آخر، إلا هي عندها معناها توجه في اتجاه إعادة الأمور لسياقها الشرعي والطبيعي. وأكد النواب المستقلون أن لقاء مرتقبا يوم الغد سيجمعهم برئيس الجمهورية الباشي قايد السبسي بصفته مؤسس الحركة. ألا فما وفد من مجموعة 32 طلبهم السيد رئيس الجمهورية، أنا كمؤسس لحزب حركة نيدة تونس إن شاء الله غدوة باش يقابلوه، إن شاء الله يكون أسطورة الطائر الفينيق تطبق مرة أخرى الذي ينهض من رمادي، إن شاء الله نيدة تونس، إن شاء الله نسعوا للوحدة. احنا مجموعة 32 مدين يدينا وقلوبنا مفتوحة. أما فما أطراف اللي هي موجودة في الحزب وما يساعدهاش اليوم باش هي تبقى عندها موقع ضغط أنهم يقسموا الكتلة البرلمانية، لأنه كانت العملية مظاهرة ممنهجة. انطلقت عقارب الساعة في الدوران منذ يوم أمس، وقد يكون اجتماع الغد اجتماع الحسم ومد جسور التواصل بين نواب الكتلة النيدائية. وفي مجلس نواب الشعب دائما أدى النائب في كتلة نيدة تونس توفيق والي اليمين الدستورية خلفا للنائب المستقيل من المجلس حياة الكبير. صدق مجلس نواب الشعب على اتفاق القرض المبرم بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، وذلك لتمويل مشروع تطوير الطرقات تبلغ قيمته 393 مليون دينار فاصل واحد. يهدف المشروع إلى تطوير الطرقات ضمن استراتيجية تأهيل قطاع البنية التحتية للنقل. سيتم وفق نص المشروع الذي تقدمت به وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية سداد هذا القرض على 34 سنة، منها فترة إمهال بخمس سنوات ونصف السنة. وكانت تدخلات النواب تمحورت حول أهمية الطرقات لفك العزلة عن بعض المناطق وحث المستثمرين على بعث المشاريع فيها. وقد أثارت حادثة انشقاق المحول الرابط بين الطريق الوطني رقم 8 ومبليزير بالعاصمة تخوفات المارة ومستعملي طريق من مدى سلامة الجسور الأخرى. حادثة جندت لها وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية خبراء لمعاينة أسبابها. هي صور تجسد انفصال جسر عن الآخر بما يعادل 40 سنتيمترا على مستوى محول العربية السعودية الرابط بين الطريق الوطني رقم 8 ومونبليزير بتونس العاصمة. انشقاق جد منذ أيام قليلة أثار نقاط استفهام عديدة حول سلامة الجسر ومدى خطورته. كي شوفك أي واحد يخاف عبيد لا يمشي فوق منها لقد لا كتيح
الثاني والفوقاني يمشي. هذا حسب ما راينا خلل فني كبير برشا، معناتها المفروض هذا مهندسين خدمينه سوفون لي نورم، واللي غلط يتحمس وليته هكا يلزم لهنا معناتها السلطات تشقن حكايتك من هكا وديفواتك من هكا وتعمل لجنه تحقيق وان شاء الله يشوفوا حل على قريب، معناتها يشوفوا اللي خدمه يشوفوا مع حل اللي خدمه قنت هذايا. انشقاق بمحول لا تتجاوز مده استغلاله 6 سنوات تقريبا، تعود اسبابه حسب المدير العام للجسور والطرقات بوزاره التجهيز الى انزلاق جسر عن اخر نتيجه تحرك غير عادي على مستوى جهاز الضغط. بصفه عامه الجسور على مستوى لي زاباري دابوي هذوما نجموا نتحرك بعض السنتيمترات، يبداو في 40 سنتيمتر في وضعيه كما هكاك يتسمى غير عادي. تحركت القنطره في لابوي نتاعها على مستوى اباري دابوي، معناها حتى الاسس معناها لاباس عليها، الداله كيف كيف معناها تم النظر فيها ولاباس عليها. حادثه الانزلاق هذه اثارت شكوكا حول مدى سلامه الجسور الاخرى، ما دفع وزاره التجهيز الى وضع برنامج اختبار لمعاينه اجهزه الضغط بالجسور المماثله بتونس العاصمه. عندنا 30 محاولة احنا في تونس، تونس الكبرى معناها، باش نحاولوا على الاقل نبداو بهم هما، نشوفوا معناها لي زاباري هذوما اللي موجودين في حاله عاديه ولا في حاله ربما تستدعي صيانه، باش نقوموا ان شاء الله ببرمجه الصيانه نتاعها. كما تعتزم وزارة التجهيز قيامها بمسح لكافة الجسور الموزعة على تراب الجمهورية للتثبت من مدى مطابقتها للمواصفات المعمول بها. في مجال الجسور مش نكلفوا مكاتب دراسات السنة القادمة مش نعملوا مسح تقريبا على الجسور الهامة في الجمهورية التونسية للتحقق من عدم وجود أي إشكال بخصوصها. بالتوازي سيقع تكليف مواصلة تكليف مكاتب الدراسات والاستعانة بهم في مراقبة إنجاز مختلف الأشغال. ومن المنتظر أن تعود حركة المرور بصفة عادية في محول العربية السعودية إثر انتهاء أشغال الصيانة خلال فترة وجيزة. نشرتنا متواصلة مشاهدينا وتتابعون فيها بعد قليل. الدروس الخصوصية والعائلات التونسية بين الضرورة وصعوبة تطبيق القوانين المنظمة لها. لكن قبل ذلك تلقى مجلس نواب الشعب اليوم إشعارا من السفارة الجزائرية في تونس يصحح خبر وفاة المناضلة جميلة بوحيرد التي ما زالت على قيد الحياة. ويأتي هذا الإشعار على خلفية قيام نواب الشعب صباح اليوم بتلاوة الفاتحة خطأ على روح جميلة بوحيرد بطلب من النائبة عن حركة النهضة يمين الزغلامي. طالب الأساتذة المجتازون لمناظرة انتداب أساتذة المدارس الابتدائية خلال وقفة نفذوها أمام مجلس نواب الشعب، طالبوا بانتدابهم لسد الشغور الحاصل في صفوف المعلمين الذي أعلن عنه وزير التربية ناجي جلول في وقت سابق. احنا رضينا بقانون المناظرة، اما بعد الشغور هذايا طلبنا بالانتداب احنا الفئه اللي المحصوره بين 11-58 اخر معدل اخذوه و10 معدل، احنا اللي عددنا يتراوح بين 850 و900، ما عندناش اكزاكت النمبر خاطر ما تحصلناش على الليست معناتها من وزاره التربيه. احنا بعد الشغور هذايا معناتها كإنصافا لمبدا الكفاءه عندنا الاولويه باش ياخذونا، معناتها يعبوا بينا الشغور هذايا. قدمت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات خلال لقائها الدوري مع ممثلي وسائل الإعلام جملة الملاحظات والمقترحات المتعلقة بمشروع قانون الانتخابات البلدية والجهوية، مؤكدة أن المشروع تضمن عددا من النقاط السلبية التي وجب تداركها كما تضمن عددا من النقاط الإيجابية. عرض مشروع قانون الانتخابات البلدية والجهوية على استشارة وطنية وجهوية خطوة اعتبرتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مهمة لتشريك العديد من الأطراف في تطوير وتدعيم النص في نسخته الحالية، مؤكدة أن التنصيص على مبدأ التناصف العمودي والأفقي من بين نقاط القوة التي تضمنها هذا المشروع. قانون هذا يعطى مشاركة مهمة للشباب، مع أنه الحاجة الجديدة هو أنه القاعدة اللي ما تحترمش تمثيل
تمويل الشباب يقع اسقاطها. ثم عندنا الشيء الاخر هو ما يتعلق بالتمويل العمومي، نظام التمويل وقع اقتراح نظام استرجاع المصاريف مش نظام التسبقه، وهذا بطبيعه الحال يحافظ اولا على الاموال العموميه من جهه، ثم خاصه يسمح بجديه اكبر في ترشحات. وفي المقابل اكدت الهيئه ان النص تضمن عددا من النقاط السلبيه التي وجب مراجعتها، ومنها ما يتعلق بتطرق هذا المشروع الى عدد من الجزئيات التي تتنزل في اطار السلطه التقديريه للهيئه. الحاجة الثانية طلبنا بأن النص هذا يكون من ضمن القانون متاع 2014، واللي عندنا مجلة متكاملة. ثلاثة، فيما يتعلق بتسجيل الناخبين قدمنا مقترح حول تحديد صفة الناخب باعتبار أن اللي شفناه في القانون لا يتناسب تماما مع المطلوب مع السجل الانتخابي اللي عندنا. وأيضا بالنسبة للعقوبات والمخالفات الانتخابية لم يتم التنصيص على العقوبات، هذا باب كامل ناقص. مسألة التناسب بالنسبة للنساء نشوفوا أنه بالنسبة للتناسب الأفقي لم يتم ترتيب آثار قانونية لعدم احترامه، وهذه مسألة تقول ما الجدوى من التنصيص على مثل هذه المسائل بدون تنصيص على آثار قانونية. هي جملة من الملاحظات والمقترحات التي أوردتها الهيئة في تقريرها الذي قدمته إلى كتابة الدولة للجامعات المحلية بوزارة الداخلية التي أشرفت على صياغة هذا المشروع لتلافي ما تضمنه من إخلالات قبل عرضه على المجلس النيابي. صدر منذ أيام بالرائد الرسمي للقانون المنظم لدروس الخصوصية داخل فضاء المؤسسات التربوية العمومية، إجراء يرى فيه العديد من الأولياء والتلاميذ والمربين حلا لمعضلة أرهقت كاهل الأسر التونسية لسنوات، في حين يؤكد آخرون صعوبة تطبيق هذا القانون على أرض الواقع. نتابع. صدور قانون يمنع الدروس الخصوصية خارج الفضاء التربوي ويقننها داخل المدارس الابتدائية والإعدادية والمعاهد الثانوية العمومية، إجراء استحسنه العديد من الأولياء والتلاميذ والمربين على حد سواء، ممن وجدوا فيه حلا لمعضلة أرهقت ولسنوات عدة كاهل العديد من الأسر التونسية التي ترى في ساعات الدرس الإضافية شرا لا بد منه. قرار صعب بحكم ما قسيناه قبل فيما يخص الليتيود، صغار يحكيوا بالليتيود ياسر، ما تنجم توصل كان بالليتيود، مفروض عليهم ليتيود. عس حاجة في المكتب خاطر فما برنامج يقراو فيه البرا مش نفس البرنامج متاع ليتيود من اللي في المدرسة. عندهم وقت باهي وبعشرين دينار يعني، فهمت؟ برا تو كل واحد كيفاه، فهمت؟ كل واحد كيفاش يقرر، فهمت؟ بالساعة نقرا توت فرونسي لبرا ب 50 دينار وهنا 25. وأنا خير، فين تحس روحك تفهم أكثر؟ في الزوز. في نفس السوم ونقروا نفس لي كونديسيون، مش واحد يقرا ب 100,000 و 200,000 في الديار والآخر ما يقراش، ما عندوش، فهمتك؟ ما يقراش. تكون في المدرسة تكون عند ناس مؤهلين باش يقروا في أوقات مضبوطة، في أثمان مضبوطة، ويكونوا أساسا مؤمنين. ورغم أهمية ما جاء في القانون المنظم للدروس الخصوصية، يؤكد الكثيرون على صعوبة تطبيقه على أرض الواقع. كان أنت مش تمنع التلميذ باش ما يقراش البرة، أنت تنجم كيفاش مثال تسأله تقول له أنت علاش تقرا البرة؟ باش يقول لك أنا مادامني مش قاعد نفهم في الكلاس والبروف كي نسأله ما يجاوبنيش يقول لك ما نقراش عنده حتى أنا إتيود، هذا كل ما يجاوبنيش باش أنا نقرا عنده إتيود يولي يضطر يخرج يقرا البرة. ما يهمهمش في الأسعار، نقول لك علاش؟ إذا كان باش تقريني ب 20 وماكش تفهم فيا في الكلاس ما ندفعلكش 20، نمشي ندفع الدوبل نتاعها البرة ويفهم. نقرا يتشد البرا خير، هو بالبروفيت يفسروا خير، ومعناتها حتى اللي تقرا انت تختار على شكون تقرا. ساعدنيش انا وحده من نصف الكوليج خاطر ماهمش منظمين، اي تلم بالكل كلنا ما يساعدنيش. هو سعر ساعات زايده في المدارس الابتدائيه، تسعيره في متناول الجميع بشرط انها تكون منظمه اكثر وعندها الياتها اكثر، على خاطر في الرائد الرسمي ماهيش واضحه لحد الان. من رايي كون الجماعه اللي عندهم شهاده عليا وعودوا ما تحصلوش على خدمه وفي الدار هم من اولوياتهم هم اللي باش يقروا ليتود، ويبدا معلم وعنده شهريته والكل يعني تسمى حاجه زايده. شنو نرفضنا البر؟ ما هو الحق هو هنا به والبر به، المهم التلميذ يقرا. دروس ذات أهداف تربوية نبيلة لا وسيلة لابتزاز جيبه وإثقال كاهله، ذلك ما ينتظره التلميذ والولي من الدروس الخصوصية التي ستكشف الأيام المقبلة إن كان تطبيق قرار منعها خارج الإطار المدرسي ممكناً.
عقدت الغرفة الوطنية النقابية لمصدري زيت الزيتون ندوة صحفية لتسليط الضوء على النجاحات التي حققتها تونس في ميدان إنتاج وتصدير زيت الزيتون. ومن أهم النقاط التي تم تداولها خلال الندوة سبل محافظة تونس على مرتبة ثاني منتج لزيت الزيتون في العالم بصفة دائمة. بمحصول قياسي واستثنائي قدر بنحو 350 ألف طن من زيت الزيتون، احتلت تونس المرتبة الثانية عالميا من حيث الإنتاج لموسم 2014-2015. وقد أكد أهل القطاع أن المحافظة على هذه المرتبة على مدى السنوات المقبلة يتطلب مزيدا من العمل. المطلوب هو أول شيء هو إنشاء منظومة تعتني بجميع المتدخلين في منظومة زيت الزيتون، من فلاحين، من محولين، من معلبين، من مصدرين، من إدارة، حتى الناس الكل هذوما مع بعضهم يعملوا استراتيجية. المردودية متاع القطاع للأسف مردودية ضعيفة من ناحية الإنتاج، يجب العناية بالزيتين. وعلى مستوى تصدير زيت الزيتون احتلت تونس المرتبة الأولى عالميا لموسم 2014-2015 بكميات بلغت 311 ألف طن، من بينها 20 ألف طن من زيت الزيتون المعلب، أي ما قيمته 2000 مليون دينار بعد إزاحة إسبانيا. وقد شدد مصدر زيت الزيتون في ندوة صحفية عقدتها الغرفة الوطنية النقابية لمصدر زيت الزيتون على ضرورة مزيد دعم الحكومة لتصل صادرات زيت الزيتون المعلب إلى 50 ألف طن في السنوات المقبلة. لابد من لفتة نظر للحكومة أنه لتثمين هذا القطاع وتطويره وتمكينه من تصدير علامات تجارية تونسية 100% هو أنه زيتنا هذا يجب يتصدر معلب للبلدان الخارجية هذوما، وكذلك معناه يكون عنا اسم في العالم لزيت زيتون. عنا اسم في الأسواق العالمية والراو اللي نجموا نمشيوا أكثر، ولا ويقرون حساب يعني المنافسين متاعنا اللي هما طليان سابقين وإسبانيور ويونانيين، ولكن الراو اللي نجموا نطوروا أكثر. الهدف متاعنا أنه نوصلوا 50 ألف في معلب بعلامات تونسية في أسواق العالم الكل. ومن أهم التوصيات التي تم طرحها ضرورة مراجعة وتحيين التشريعات والقوانين الخاصة بمنظومة الإنتاج والتحويل والتصدير وتبسيط إجراءات المراقبة الفنية الذاتية وبعد التصدير. أكدت المديرة التجارية بديوان الطيران المدني والمطارات أن الديوان قد أعلم وكلاء الشحن الجوي بقرار إنهاء عقد تسويغ مكاتبها قبل 3 أشهر من نهاية العقد، وذلك وفق مقتضيات الفصل 3 من كراس الشروط الخاص بعقد الإشغال الوقتي. تأكيد أن يأتي ردا على احتجاجات أصحاب الوكالات الذين نظموا وقفة بمحطة البضائع بتونس. هجروا مكاتبهم وانضموا لزملائهم في وقفة احتجاجية بمحطة البضائع بتونس. هم أصحاب بعض وكالات الشحن الجوي وأعوانها. مراسلة جانتنا من عند الوسيا تقول لنا لنهار 31 ديسمبر نخليوا المكاتب متاعنا ونخرجوا، ما كان عندهم حتى نظرة للشركات اللي مش تسكر، للعمال اللي مش تطرد. قلنا في ديكم 3 شهور في إطار المنافسة باش نعملوا أبيل دوفر ونخرجوكم من البيروات ونجيبوا ناس اخرين، يا نجيبوا ناس اخرين يا تربحوا في الابيل دوفر. انا 50 خدام في البيرو، شنو نعملوا لهم؟ نقول لهم براحوا شدوا دياركم حتى نشوفوا نربحوا في الابيل دوفر ولا ما نربحوش؟ ما تجيش، معناتها ماهيش لوجيك الحكايه. يقول لك فما ناس اخرى تحب تدخل تشد بيروات، اسكو فما ناس عنده عام اللي حال شركته يحب يشد بيرو بتاع ناس عندها 30 سنه تخدم؟ فما قانون 2008 طبقوا على الناس اللي بعد 2008، ما طبقوش على الناس من 96 كاري. عندك شركات اخرين تحب تدخل، شوف لهم حل اخر، ما تخرجناش احنا وتحطهم هم. تراجع ديوان الطيران المدني والمطارات عن قرار عدم تجديد عقود التسويغ هو ما طالب به المحتجون، مطلب ردت عليه مديرة الشؤون التجارية بالديوان. القانون لم يعد يسمح بذلك، كل عقد لابد أن يكون له مدة محددة مقابل معاليم تجارية يقع دعوة فيها للمنافسة. احنا الإجراء هذا طبقناه على كل مستعملي المطارات، معناه بديناه الإجراء هذا مع وكلاء العبور منذ سنة 2009 وتو سيقع تعميمه على كل مستعملي نفس النشاط. واحنا سوف لن نقوم بطرد وكلاء العبور، الوكلاء العبور هما بيدهم نفس الأشخاص نفس الشركات هي التي ستشارك في طلب العروض، وسوف يقع تصنيفهم حسب العروض المالية التي سيقومون هم بتقديمها. يذكر أن قرار الديوان يشمل 20 وكالة شحن جوي تشغل قرابة 500 عامل.
بحث المشاركون في الورشة الوطنية حول مراكز تكوين الفتاة الريفية سبل دعم هذه الفئة من الفتيات في سوق الشغل، وناقشوا أبرز التحديات والعراقيل التي تعيق نجاح مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة، ومن أبرزها مشكل التمويل. تعددت المعوقات التي تحول دون الاندماج الاقتصادي والاجتماعي الجيد لفتيات مراكز التكوين المهني الخاص بالفتاة الريفية، صعوبات كانت برنامج بحث ورشة العمل الوطنية للنهوض بمراكز تكوين الفتيات الريفيات بالحمامات. لا شك أن آليات التمويل إشكالية، لأن البنات والنساء ما عندهم إمكانيات يعني للحصول على قروض من المصارف الكلاسيكية نظرا للشروط تطرحها المصارف، ونقص في التأطير يعني إشكالية بعض المشاريع بالنسبة للفتيات متاع مراكز الفتاة الريفية يجب يقع دراستها من جديد. الورشة إلى جانب استعراض الصعوبات للفتيات الريفيات المتخرجات من مراكز التكوين، بحثت في آليات واستراتيجيات الإصلاح والدعم لهذه المنظومة، وتحديدا النظر في إشكاليات الدعم المالي ومعضلة التسويق. دونك لازمنا نعتني بهم عناية خاصة، وهذا برنامج العمل مع منظمة العمل الدولية هو لبناء استراتيجية رؤية خطة مستقبلية في هذا المجال، تنطلق من الإحاطة بهم على مستوى التكوين وصولا إلى إدماجهم في سوق الشغل. وستتواصل فعاليات هذه الورشة على امتداد 3 أيام للخروج بتوصيات وبالسبل الضامنة لإدماج الفتيات التكوين المهني في محيطهن الاقتصادي والاجتماعي. وفي هذا التقرير نقدم ملمحا لفتاة ريفية تتابع تكوينها في اختصاص الخياطة بمركز الفتاة الريفية بمجاز الباب من ولاية باجة بعد انقطاعها عن الدراسة مبكرا. بعد انقطاعها عن الدراسة مبكرا رفضت رنيم الحبوبي ذات 17 ربيعا البقاء في المنزل، فاختارت الالتحاق بمركز الفتاة الريفية بمجاز الباب من ولاية باجة لمتابعة تكوين في اختصاص الخياطة. تستحق لها في أي حاجة الخياطة، ديما العباد تستحق لها في لبسة، في كسوي دار، في كل شيء الخياطة ديما موجود. اختصاص ترى فيه رنيم الحبوبي الأمل في الخروج من وضعيتها الحالية رغم ما يشكو منه المركز من نقائص، لعل أبرزها آلات حديثة تساعد في تطوير مهارات الفتيات المتكونات بهذا المركز. عنا ماكينات سامبل، فهمت؟ معناش آلات متطورة، معناش كما الكوب نلقوا برشا إشكال، توا ثم كوب أوتوماتيك، احنا لا نضطروا باش نقصوا بالمقصات، فهمت؟ مانيير والكل نتعطلوا، إنتاج يحبوا ينتجوا، أما هاني قلت لك عنا برشا نقص لمحل في الماتريال، ماذا بينا كان حاجات موجودة، حاجات متطورة، حاجات معناها مسرعة، حاجة جديدة. بعد الحصول على شهادة في الاختصاص تأمل رنيم في إيجاد الدعم الكافي لبعث مشروع يكون مورد رزق لها ولغيرها من الفتيات الأخريات. طموحي إني ناخذ شهادة، نحل أتولين ولي نخدم، نستقر وحدي، نحب نصرف وحدي على روحي، عائلتي نحب نعاونهم كيف ما هما وقفوا معايا، نحب نعاون في برشا حاجات يستحقوا. تأهيل مراكز الفتاة الريفية ببلادنا ومزيد دعمها يظل من أوكد الأولويات حتى تتمكن رنيم الحبوبي وغيرها من التغلب على العراقيل وكسر الحواجز لتحقيق أحلامها. عرضت اللجنة المستقلة للنظام بالاتحاد الوطني للمكفوفين تقريرا حول الانتهاكات الإدارية والمالية بالاتحاد، طارحة إمكانية بعث هيئة إنقاذ وطنية سعيا للحفاظ على استمرارية هذا المرفق. 50,000 مكفوف منضوين بالاتحاد الوطني للمكفوفين بالجمهورية التونسية، مرفق طالته الانتهاكات الإدارية والمالية وفق اللجنة المستقلة للنظام بالاتحاد الوطني للمكفوفين، ما دفعهم إلى مراسلة سلطة الإشراف لإحاطتها بالموضوع فضلا عن مطالبتها بمساعدتها على تنفيذ قراراتها. قراراتنا اللي هي تدعو فعلا ستدعو بالتالي إلى معنى إيجاد هيئة إنقاذ وطنية تسهر بطبيعة الحال على استمرارية المرفق العام، تعد للمؤتمرات الجهوية والنيابية، ثم مباشرة المرور إلى جلسة عامة جديدة فهمتني معناها باش ينشأ عليها معناها هيئة وطنية أخرى. اللجنة المستقلة للنظام بالاتحاد الوطني للمكفوفين عقدت ندوة صحفية عرضت خلالها تقريرا حول الانتهاكات الإدارية والمالية المرصودة منذ 20 من فبراير الماضي إلى غرة نوفمبر من هذا الشهر. من جملة الانتهاكات الإدارية ناخذها على سبيل الذكر هي التعيينات العشوائية اللي ما تتمشاش، والنظام الأساسي للمنظمة للأعوان
المتعلق بالأعوان وما تتمشاش ومجلة الشغل، إفراغ الإدارة تماما ما إداريا وماليا، ولا فما فراغ إداري، فسخ وإبرام عقود عشوائية لا تتماشى والنظام الأساسي للأعوان اللي عاملوا الاتحاد الوطني للمكفوفين منذ سنين ويتنافى ومجلة الشغل. سجلات المنقولات جرد الأملاك ليست موجودة. طالبوا بالإصلاح دون اللجوء إلى حل الاتحاد الوطني للمكفوفين نظرا لاحتضانه 50,000 مكفوف. تلقى رئيس الجمهورية البلجي قايد السبسي دعوة لزيارة دولة الكويت، كان ذلك خلال لقائه بقصر قرطاج سفير دولة الكويت بتونس علي أحمد الظفيري. خلال مشاركته في القمة الرابعة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية بالرياض، أكد رئيس الحكومة الحبيب الصيد ضرورة إرساء شراكة فاعلة بين تونس والدول المشاركة في القمة من أصحاب التجارب الاقتصادية الكبرى باتجاه فتح قنوات للتبادل الاقتصادي. مفادة الأخبار إلى القمة بالرياض عايشة الجمني والتفاصيل. تنشيط وتفعيل علاقات تعاون بين تونس ودول أمريكا الجنوبية في جميع المجالات هدف تسعى تونس إلى تحقيقه بحسب ما أكده الحبيب الصيد رئيس الحكومة في كلمته الافتتاحية خلال مشاركته في أشغال القمة الرابعة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية المنعقدة بالعاصمة السعودية الرياض، انطلاقا مما تتمتع به هذه الدول من تجربة اقتصادية ناجحة يمكن الاستفادة منها، وبمركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات حيث تعقد القمة الرابعة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية. كان لرئيس الحكومة لقاء سريع مع ملك المملكة العربية السعودية في قمة تعقد كل 3 سنوات لدعم التعاون الاقتصادي بين الدول العربية ودول أمريكا اللاتينية. هذا وقد وصل رئيس الحكومة الحبيب الصيد والوفد المرافق له مطار الرياض بعد ظهر اليوم، حيث كان في استقباله أمير منطقة الرياض. القمة الرابعة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية التي تتواصل أشغالها على امتداد يومين بالعاصمة السعودية الرياض تعقد وسط انتظارات عربية كبيرة لبلورة شراكة فاعلة وقوية بين بلدان العالم العربي ودول أمريكا الجنوبية. عايشة جمني، مفادة التلفاز الوطنية التونسية، الرياض. انطلقت إذن في العاصمة السعودية الرياض أشغال القمة الرابعة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية على جدول أعمالها، فضلا عن مضاعفة حجم التبادل البيني جملة من القضايا في صدرتها القضية الفلسطينية. ويشارك في أشغال هذه القمة المتواصلة على مدار يومين ملوك ورؤساء دول وحكومات 34 بلدا. تصنف القمة العربية اللاتينية الرابعة تجمعا فريدا بين دول متباعدة جغرافيا، لكنها تحمل تطلعات لغد أفضل لشعوبها المقدرة ب 800 مليون نسمة، وذلك عبر جملة من الأهداف من بينها الاستقرار والسلام والنماء واستثمار كل الإمكانات المتاحة. في الاجتماعات التحضيرية على مستوى وزراء الخارجية وقع الحديث عن إعلان الرياض الذي سينبثق عن القمة لتحقيق هذه الأهداف وليتوج 10 سنوات من العمل المشترك. وزير الخارجية السعودي عادل الجبير قال أن هذا الاتفاق سيكون تاريخيا وشاملا وسيغطي أمورا كثيرة وإيجابية ترسخ للتقارب بين الدول المنطقتين عبر الخروج بمواقف مشتركة. مواقف تتصل بالشأن السياسي بعد تعميق نظر في جملة من القضايا هي فضلا عن مستجدات الوضع في اليمن وسوريا، القضية الفلسطينية على خلفية تغير مرجعيات بعض حكومات دول أمريكا الجنوبية وفي ظل انتهاكات إسرائيلية شديدة متواصلة ضد الفلسطينيين وترفيع في نسق الاستيطان داخل الأراضي الفلسطينية وفي القدس الشرقية. مواقف يؤمل أن تدعم أيضا الدول النامية في مطالبتها بأحكام دولية أنجع داخل المؤسسات الاقتصادية والتجارية الدولية وبديمقراطية أكثر داخل هيئات اتخاذ القرار الدولية على رأسها مجلس الأمن الدولي. القمة العربية اللاتينية التي تعقد كل 3 سنوات تبحث حسب عدة قراءات في فرص التكتل الهروب من فلك القوى الكبرى. وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة يتواصل سقوط الشهداء الفلسطينيين برصاص قوات الإسرائيلية، كما تتواصل حملة الاعتقالات الواسعة التي بدأتها أمس قوات الاحتلال مسفرة عن اعتقال أكثر من 40 فلسطينيا في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.
تواصل آلة الحرب الإسرائيلية حصد أرواح الفلسطينيين لتصل حصيلة شهداء ما أطلق عليها هبة القدس إلى 82 شهيدا وفق وزارة الصحة الفلسطينية. آخر هؤلاء الشهداء سقط شمال بيت اللحم عندما أطلقت قوات الجيش الإسرائيلي النار على شاب فلسطيني عند حاجز عسكري يفصل جنوب الضفة الغربية عن وسطها. وكان فلسطيني آخر قد استشهد في وقت سابق في منطقة باب العمود شرق مدينة القدس وفق مصادر فلسطينية وإسرائيلية. استمرار سقوط الشهداء ترافقه حملة اعتقالات واسعة تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من الضفة الغربية أسفرت إلى حد الآن عن اعتقال 41 فلسطينيا. حملة الاعتقالات هذه تركزت خاصة في محافظة قلقيلية حيث طالت 26 فلسطينيا ثم امتدت نحو مدينة الخليل والقدس. هذا الاحتقان في الأراضي الفلسطينية المحتلة كان محور اللقاء الذي جمع الرئيس الأمريكي باراك أوباما برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. أوباما أدان ما وصفه بالعنف الفلسطيني ضد الإسرائيليين مشددا على أن أمن إسرائيل هو إحدى أولوياته في مجال السياسة الخارجية. كما أكد أوباما متانة العلاقات الأمريكية الإسرائيلية رغم الفتور الذي أصابها بعد توقيع الاتفاق النووي مع إيران. في أخبار الرياضة، أعلن النادي البنزرتي أنه تم تعيين يوسف الزواوي مدربا جديدا للفريق خلفا لغازي الغرايري الذي تم الاتفاق معه عن الانفصال بالتراضي، وذلك على إثر الهزيمة أمام الترجي السبت الماضي في إطار الجولة 7 لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، حيث اكتفى النادي البنزرتي 7 نقاط إلى حد الآن من انتصارين وتعادل وأربع هزائم. اختتمت بملعب الجولف بالقنطاوي من ولاية سوسة فعالية النسخة 35 للبطولة العربية التي شهدت مشاركة 50 لاعبا من 14 دولة عربية. 50 لاعبا من 14 دولة سجلوا مشاركتهم بامتياز في النسخة 35 من منافسات البطولة العربية التي اختتمت بملعب الجولف بالقنطاوي، حيث تمكن المغربيان ياسين التوامي وأيوب جيراتي من حصد المركزين الأول والثاني في مسابقة الفردي، ونال القطري صالح علي الكعبي المركز الثالث، فيما اكتفى التونسي ربح البدوي بالمركز السادس. الحمد لله البطولة دازت مزيان، كل شيء داز مزيان، ليكيب لعبات مزيان، أنا كل شيء لعبت مزيان. Je suis très content de ma prestation, alhamdoulillah. اش غنقول، ديجا العام اللي فات ربحت جونيور وبغيت نربح هذا العام والحمد لله كل شيء داز مزيان. البطوله كانت بطوله ممتازه، كانت منافسه قويه على الفردي وعلى الفرق، والحمد لله توفقت من رب العالمين ان حصلت على المركز الثالث فردي. صعيبه خاطر المغاربه تبارك الله عليهم، شفت السكورات باين مرقي، انا لعبت تضربت في يدي نهار الثاني، نهار بريمير جو دوزيام جو كنت الاول معناها، الحمد لله يا ربي لعبت جيت 5 انديفيديال، ان شاء الله عام جاي خير. 14 بلدان عربي جاء باش يشارك. الهدف الثاني احنا حبينا ننظموها في سوسه، وخفنا شويه باش العباد يقولوا لنا ما نجيوش، تبارك الله عليهم ما قصروش جاوا الكل. ومن ناحيه الرياضيه نقول لك من يمكن من اعلى مستوى لي في 35 دوره تلعبوا، تبارك الله عليهم فما ايكيبات لعبوا مليح مليح. أما بالنسبة إلى المنتخبات فقد آلت المرتبة الأولى للمنتخب المغربي المتقدم على نظيره المصري صاحب المركز الثاني، ونالت البحرين المرتبة الثالثة فيما اكتفى تونس بالمركز الرابع. عادت مساء أمس عناصر المنتخب الوطني للجمباز الإيقاعي إلى أرض الوطن بعد مشاركة متميزة في الدورة الدولية التي احتضنتها صربيا مؤخرا، حيث حصدت العناصر الوطنية التونسية 6 ميداليات، 1 ذهبية و3 فضيات و4 برونزيات. جبت 2 ميداي دو برونز، ومعناها أول مرة أنا نمشي نشارك في تورنوا كما هكا، وجبت ميداي دو برونز في السيرسو وميداي دو برونز في الماسو. لي كونديسيون كيما قالوا البنات تاعنا مش طياره بالنسبه للبنات البدن الاخرين، دونك نسميو قاعدين روحنا معاهم. كانت منافسه قويه بصراحه، خاطر تعرف في يوروبا يترناو مش كيفنا، خاطر الظروف كونديسيون مش كيف كيف، مي عطيهم صحه بنات ما كثروش وجبنا ريزولتا الحمد لله. والآن إلى التذكير بالعناوين. المنظمة الشغيلة تقرر مقاطعة جلسة التفاوض مع منظمة الأعراف، وتدعو مجمع القطاع الخاص والمكتب التنفيذي لضبط رزنامة التحركات. اجتماع مرتقب غدا بين رئيس الجمهورية وعدد من النواب المستقلين من كتلة النداء
لاحتواء الخلافات في الحزب. وتونس تشارك في قمة الدول العربية ودول أمريكا اللاتينية، والأوضاع في الأراضي الفلسطينية واليمن وسوريا أبرز الملفات المطروحة. ودائما يمكنكم التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني للتلفزة الوطنية info@tunisiatv.in. ونذكر دائما أن 168 يوما مرت على اختفاء الصحفيين سفيان الشرابي ونذير الإكتاري في ليبيا. وفي الختام شكرا لطيب المتابعة، بقيت متابعة طيبة لبرامجنا، إلى اللقاء.